How we can, you said why we don't trust mainstream media anymore. How can we trust it? العالم العربي والإسلامي يحب أمريكا ويحترم أمريكا، وأمام الولايات المتحدة الأمريكية الآن رغم كل ما فعلته إدارة بايدن والإدارات اللي قبلها، أمامها فرصة كبيرة لاستعادة ثقة واحترام العالم العربي والإسلامي. ولكن هل لدى الجميع هنا والإدارة الأمريكية الجرأة، الاحترام، المعايير الإنسانية لحقوق الإنسان على الأقل، الاحترام ما أشرفت عليه الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقيات وقعها العرب والإسرائيليون، الفلسطينيين والإسرائيليون؟ من العار أن لا نعترف بحق هذا الشعب. لماذا لا تقوم الولايات المتحدة، أو أريد من ألين، أن لماذا لم تتحدث على تصحيح هذا الخطأ بأن يقوم الرئيس بايدن بالعمل على تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية لكي نتمكن من إقامة الدولة الفلسطينية التي تندمين على أننا لا نستطيع القيام بها؟ أعتقد أن العالم يستطيع أن يقوم بالأشياء الصحيحة، ولكن النفاق الكبير والمجاملة على حساب دماء الفلسطينيين غير مقبولة. هؤلاء الشباب هم جيل خرج للدنيا حديثا، لم يعش تاريخ جرائم الإسرائيلية. وأعتقد أن في الغرب، وأنا أعيش في الغرب، أن الشباب الغربي الآن لم يعد يصدق الأكاذيب التي أضاعت الحقوق الفلسطينية وأظهرت أن الفلسطينيين كأنهم إرهابيين ومجرمين وليس لديهم الحق في الحياة. من حق الفلسطينيين أن يعيشوا على أرض فلسطين وضمن حدود دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وعلى المجتمع الغربي أن يعتذر لهذا الشعب الفلسطيني، بل ويدفع تعويضا لأجيال فلسطينية كان الغرب شريكا في تدمير مقدرات الشعب الفلسطيني. واليوم في القرن 21 وفي العام الثالث. Thank you so much. I'd like to give opportunity to you as well. الجلسة الأخيرة ما قبل الجلسة الاختتامية كانت دائما تناقش العلاقات الأمريكية مع العالم العربي والإسلامي. طغى على هذه الجلسة موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحرب الأخيرة في غزة. هناك انتقاد كبير لموقف الولايات المتحدة الأمريكية، اختلاف في وجهات النظر عند بعض المتحدثين، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تحترم مشاعر الدول العربية والشعوب العربية وشعوب دول العالم الإسلامي. أعتقد أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تبدأ بتغيير مواقفها، وأن تعتمد أن القضية الفلسطينية قضية مركزية لدى الشعوب العربية والإسلامية، وبدون حل عادل للقضية الفلسطينية يصعب أن تكون علاقات جيدة بين الولايات المتحدة وشعوب هذه الدول. معظم المتداخلين كانوا يبحثون عن حلول، ولكن يبدو أن السياسة الأمريكية سواء ديمقراطيين أو جمهوريين تعتمد المصالح الأمريكية ومصالح دولة الاحتلال في الشرق الأوسط على حساب علاقات الولايات المتحدة مع الدول العربية. du développement économique au sein des territoires palestiniens occupés. Quel développement économique au sein de l'occupation, au sein de la colonisation? C'est un aveuglement ou une naïveté que de poser la question en ces termes. Et deuxièmement, l'histoire de l'occupation de la Palestine n'a pas commencé le 7 octobre 2023, il a commencé en 48. Si l'administration américaine veut aller vers une résolution sérieuse et une réflexion sérieuse de la question palestinienne, démarrée par le 7 octobre 2023, est une naïveté ou un aveuglement, une hypocrisie. La question a démarré en 1948 par l'occupation de l'entité sioniste de la terre de Palestine, et c'est en ces termes que la réflexion de l'administration américaine doit se poser. Merci. هو العنوان العام ديال المؤتمر الدولي لفورم ميدايز هو الأزمات المتعددة والحلول المتعددة، وطبعا نظرا يعني الوضع الحالي في إطار الهجمات التي يقوم بها الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، كانت في محور طبعا كل المناقشات، ومتدخلين على مستوى عادي، منهم المسؤولين الأمريكيين، منهم المسؤولين الأوروبيين، منهم المسؤولين المغاربة، المسؤولين العرب، المسؤولين الأفارقة، الذين ناقشوا بكل أريحية وبكل يعني مكاشفة ناقشوا الوضع، وانتصرت طبعا الموقف
المنطقي، ألا وهو أن الحل في الشرق الأوسط هو سلام عادل. السلام العادل بمعنى استقلال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمته القدس الشريف. الندوة الأخرى هي متعلقة بالهجرة، الهجرة وطبعا الأبعاد المختلفة ديالها. ما كايناش غير المقاربة القانونية والمقاربة الردعية، بل هناك كذلك المقاربة التشاركية والمقاربة الاجتماعية والاقتصادية في التعاون الدولي والتعاون من أجل التنمية كي تستقر الشعوب في أوطانها، وكذلك مسلسل للسلام في هذه الدول والكف عن زرع الفتنة وزرع الانفصال وزرع الحروب الأهلية. فهذه كلها مداخل لحل قضية الهجرة الغير شرعية في مناخاتها الطبيعية، لا سيما في البحر الأبيض المتوسط. اليوم أنا معكم في ميديس من المملكة المغربية لتنظيم فعاليات الحوار العالمي حول السلام التقني والسلام السبراني، وكذلك حول تأثير تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية بشكل عام على الاقتصاد العالمي وعلى الاستقرار المالي. اتكلمنا اليوم عن الكريبتو كارنسيز وأهمية الكريبتو كارنسيز في محاور اقتصادية مختلفة، وكذلك أنواع المخاطر المحفوفة التي تكون حول الكريبتو كارنسيز في العالم اليوم. Look at me.